هو نوع من أنواع القلق النفسي، ويصيب الأشخاص ذكوراً أم إناثاً دون أي تمييز. ونسبة حدوثه في المجتمع هي عبارة عن من 5 إلى 10% من أفراد المجتمع. والوسواس القهري هو عبارة عن أفكار أو أفعال تأتي للشخص مع أنه يقاومها ويعتبرها أفكار ساذجة وغير منطقية، ولكن تفكيره يزيد شيئا فشيئا ويكرر هذه الأفعال أو الأفكار دون رغبة منه أو دون إرادة. هذه الأفكار الوسواسية تؤدي إلى حالة من القلق والتوتر. إذن هناك أنواع من الوسواس القهري، منها الأفكار التي تأتي إلى الشخص، ممكن أن تكون أفكار دينية أو أفكار في التأمل في الوجود، ويتم فيها الأفكار تتردد على الشخص من غير قصد ولا يستطيع السيطرة عليها. هناك نوع من أنواع الوسواس القصري هي التشييك أو التفقد الأشياء أكثر من مرة. في بعض الأشخاص عندهم الوسواس القصري يشيك أو يتفقد أنه الباب مغلق، أنه المفتاح الكهرباء أو الغاز أو أي شيء في السيارة، يتفقده أكثر من مرة، ومع العلم بأنه يعرف جيدا أن هذه الأمور متقنة ومعملة 100%، لكن ترتاده الأفكار عنوة عنه. هناك الأفكار الوسواسية اللي هي النظافة أو الوسوسة من التلوث، ففي بعض الأشخاص، وهذا يصيب النساء أكثر من الرجال، يبدون أنهم قد تلوثوا عند لمس الأشياء الخارجية أو سلموا على بعض الأشخاص. إذن الوسواس القصري هو عبارة عن مرض يؤدي إلى الاكتئاب النفسي إذا لم يعالج، وعلاجه في الأدوية المضادة للاكتئاب، وخاصة العلاج السلوكي المعرفي، لأنه العلاج السلوكي زائد العلاج الدوائي يكون فعال وناجح، ولكن فترة العلاج تكون أطول من أي مرض نفسي من أنواع القلق النفسي العام أو الأخرى. القلق النفسي في عند حدوثه مع الوسواس القصري يجب علاج الحالتين معا، وهناك الأدوية المضادة للوسواس والاكتئاب والقلق معا تعطى دون حدوث أي إدمان أو تعويد على الشخص. إذن هناك العلاجات الحديثة التي ليس لها أي مضار، وهناك بعض الأدوية التي قد تعطى مع المريض.